أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام حرص مملكة البحرين على توفير الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لانطلاق البث الرسمي لإذاعة هنا الخليج العربي من المنامة إلى جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها بجودة وكفاءة عالية، ونقل رسالتها القومية في توثيق روابط الأخوة والمواطنة الخليجية وحماية قيمها وهويتها العربية والثقافية وصون منجزاتها ودفع مسيرتها التكاملية نحو الاتحاد الخليجي. جاء ذلك لدى استقبال الرماحي صباح اليوم لمسؤولي الإذاعة والشؤون الفنية والتقنية بدول مجلس التعاون بمناسبة اجتماعهم بالمنامة، حيث وجه لهم الدعوة لمناقشة التجهيزات الفنية والإعلامية المتعلقة ببث الإذاعة الخليجية الموحدة رسميا، تنفيذا لتوصيات أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام لدى اجتماعهم 24 بالرياض بشأن تفعيل القناة الإذاعية. الهدف الرئيسي من هذا التجمع هو تفعيل قناة هنا الخليج العربي. هذه القناة الحقيقة اللي نتمنى أنها تلتقط في جميع دول مجلس التعاون. مثل ما تعرفون يا أخوان أن هذا المشروع هو نواة لمشروع أكبر. الآن احنا نؤكد دائما على مبدأ رؤية إعلامية واحدة، ونؤكد على توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي. هناك قرارات كثيرة صدرت في مجلس التعاون الخليجي تؤكد على موضوع تعزيز الهوية الخليجية العربية، وهذا الأمر جدا مهم. هذا الأمر مشروع كبير مسؤول عنه وزراء التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الإعلام، مؤسسات المجتمع المدني. تأتي الأهمية من الأسرة الخليجية نفسها. لدينا حضارة وتاريخ وموروث يجب على الخليجيين هم يفخرون فيه. في نفس الوقت هناك تغريب للمجتمع الخليجي، هناك غزو ثقافي. تقع المسؤولية الأكبر على وسائل الإعلام. عقد هذا الاجتماع لإيجاد ترددات إذاعية في كافة إذاعة دول مجلس التعاون لإذاعة هنا الخليج العربي. كل دولة اتخذت الإجراءات اللازمة لبث هذه القناة اللي راح تكون فعلا ممثلة لكافة شعوب دول مجلس التعاون في كافة المجالات الاجتماعية، ثقافية، سياحية، سياسية حتى. وفعلا ان شاء الله راح ترون ان شاء الله في خلال الفتره القريبه القادمه ان كافه دول مجلس التعاون تبث هالقناه. هناك دول خصصت ترددات، وهناك دول في طريق تخصيص الترددات بحسب ما يعني ما يتناسب مع الاجراءات الداخليه في الدوله، لكن الحماس موجود والحرص موجود، وان شاء الله يعني راح تكون الاذاعه واصله في دول مجلس التعاون ان شاء الله.